في الحاجة المهمة جدا 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 في الصيام برضو، واحد يقول لي المجهود. يعني انا بلاحظ برضو حاجات، يعني ما اعرفش صح ولا غلط اللي بتعمل ده، يقول لك دورة رمضانية، يعني ما تحلاش الهاند بول والفوتبول الا في رمضان. ليه؟ لماذا ما نعمل ده في شعبان وفي شوال؟ رمضان شهر عبادة، فالمجهود الكبير قد يخليك في استرس غير عادي من العطش. دول الدورات بتبقى إبريل. بالليل بتبقى الساعة 9 و10 ابدا في النادي عندنا بتبقى الصبح والله واحنا صايمين قبل الفطار بقى يعني. قبل الفطار. فده العطش خطر. طب ليه سؤال نسأل بقى بالمناسبة دي سؤال، في ناس تحب تتريض قبل الفطار، يعني في ناس تحب تنزل تمشي مثلا الساعة 5:30 يمشي شوية بحيث انه يرجع بعد ماشي ساعة ونص ساعة ياخد حمام، ما عنديش أي مشكلة، يقعد يقرأ قرآن المدفع، ما عنديش مشكلة، فيه مشكلة خالص. لا خالص خالص يمشي، واللي متعود على رياضة معينة بيعوم ساعة يعوم ساعة، انما اللي متعود على انه بيجري يجري. مش عايز استرس، يعني انا مش عايز رياضة بستريس، بس الدورة الرمضانية دي خلي بالك انها فيها كاس وفيها استرس، يعني مش عايزه الولاد صغيرين لما يعطش يزعل من الصيام. انا عايزه ياخده ب انت بتبحث انا في امر نفسي نفسي مش عايزه يعطش. طبعا الشرب الميه، احنا في ابريل، ابريل هيبقى درجه حراره عاليه، هتبقى 23 الى 30، فالميه من الفطار الى السحور. يشرب قد ايه بقى؟ يشرب قد ايه؟ لترين. ما دام انسان سليم ما عندوش قلب ولا طيب. كلى ولا كبد. طيب نسال سؤال هنا برضو نستثمر وجودنا مع حضرتك، في ناس تحب تفطر على السكريات، يعني يفطر على عصير خاصه في رمضان اللي هو يعني في صيف لسه، يفطر على سكريات عصير وكده، هو يعني هل ده مقبول ولا لا؟ هو غير مقبول لو بالغ فيها، المبالغه في السكريات وهو صايم مش حلو. يعني حتى اللي بياكلوا تمر ايوه اقتداء بالرسول عليه الصلاه والسلام ما يكترش. ما يكترش 2-3 والسندوتش الجبنة ده وشوية مية وينزل. لا معلش دي أصل دي مش موافق. دي هتعملها حضرتك وبالهنا والشفا. أنا بعملها بقى لي 15 سنة. أنا وأسرتي. إن إحنا ما ناكلش. يعني وبنرفض العزائم. بنرفض. يعني أنتوا ساعة الفطار ما فيش سفرة بتتفرش؟ إطلاقاً. اطلاقا اطلاقا السفره بعد التراويح. الدول العربيه معظمها كده. انا رحت اليمن كان عندنا امتحانات بكالوريوس طب لقيتهم كده. السعوديه الدول العربيه دخل الحرم يصلي المغرب هيطلع العشاء لان الدنيا زحمه جدا في رمضان، ده بيطلعوا بعد التراويح. بيطلعوا بعد التراويح يخلص خالص يعني. فالناس كلها كده. احنا لنا طقوس في رمضان. بلاش حضرتك انزل اي سوبر ماركت دلوقتي مش هتعرف تخش.